صباح الخير، صباح النصر، العالمين وشها حلو على مصر. امبارح يوم مصري خالص، يوم مصري بامتياز في شاشات العرض العملاقة اللي موجودة في العالمين، مدينة العالمين الجديدة. مصر لأول مرة من 60 سنة تصعد للدور نصف النهائي في أولمبياد باريس، ثالث مرة في تاريخنا، وآخر مرة كانت في طوكيو 64، وبعد 60 سنة وفي العالمين وكل الناس بتتفرج. فرحنا فرحة بعد ما تعادلنا مع باراجواي 1-1 وصعدنا مركلات الجزاء الترجيحية. بعديها مفيش بساعتين مصر بتكسب النرويج 26-25 وبنصعد لدور ربع النهائي. في 1000 مليون مبروك لرجالة مصر. صباح الفل يا لمى. صباح الخير يا ابراهيم، صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صباح العالمين. حقيقي الليلة تاريخية لمصر والمصريين، والحقيقة ان كانت ليلة تاريخية كمان هنا في العالمين الجديدة، لانه الحقيقة انه مهرجان العالمين حريص انه يبقى فيه شاشات في كل حتة علشان نتابع الماتشات دي ونتابع فرقنا في الاولمبيكس في باريس. فامبارح كان في احتفالات في المنطقة الترفيهية والشاطئية، والأجواء كانت حماسية جدا لأنه الفرحة حقيقية جدا، فرحانين جدا 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 بالإنجاز اللي حصل امبارح، إنجاز تاريخي حقيقي. فالعالمين امبارح كلها كانت بتحتفل، مصر كلها كانت بتحتفل، العالمين كان عندنا احتفال خاص جدا جدا خاص بينا. وزي ما قلت لكم دايما حريصين من خلال مهرجان العالمين يكون عندنا شاشات العرض الضخمة علشان نبقى متابعين كل حاجة بتحصل أول بأول. والحقيقة إنه مش بس الاولمبيكس اللي فيها ماتشات، احنا كمان عندنا هنا ساحل تشامبيونز ليج، يعني طبعا عندنا ماتشات الساحل هنا ودوري ابطال الساحل هنا في العالمين الجديد، عاملين شغل جامد قوي. وامبارح كان اول يوم ماتشات، النهارده النوك اوتس او يعني هيبتدوا بقى يصفوا، فاحنا عندنا بطولات جامده جدا برضه يا كابتن ابراهيم هنا في الساحل في العالمين الجديده. يعني بس كل التوفيق يا رب للفرق المصريه في الاولمبيكس، يا رب يرجعوا بميداليه. والحقيقه ان احنا متفائلين جدا جدا المره دي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم رجالتنا. امبارح عملوا ماتش بصراحه حاجه في منتهى الجمال اللي في الدنيا، رجاله 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 رجاله. ما يخبيش عليكم واحنا قاعدين بنتفرج، بعد ما ضيعنا 3-4 فرص قلنا خلاص هي قفلت ومش مكتوبه لنا النهارده، وفعلا باراجواي جابت جول في دقائق صعبه جدا في اخر ربع ساعه، قلنا صعب نعوض، فضلوا برجولة وعزيمة وإصرار، سجلنا هدف التعادل عن طريق إبراهيم عادل اللي هو واحد من أهم نجوم البطولة وهداف منتخب مصر، سجل هدف التعادل بتمريرة من زيزو في آخر الدقائق. لعبنا إكسترا تايم، منتهى الإصرار، العزيمة، التميز. تحية لرجالة منتخب مصر الأولمبي، تحية لميكالي اللي عمل دورة حتى الآن في منتهى الروعة. هنقابل بقى إن شاء الله في الدور نصف النهائي صاحب الأرض منتخب فرنسا. على الجانب الاخر برضو مش عايزين ننسى نحيي منتخب المغرب الشقيق، ظهور عربي مشرف جدا 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 في النسخه دي من الاولمبيكس. المغرب كسب امريكا 4-0 وصعد عشان يلعب اسبانيا اللي كانت كسبت اليابان 3-0 في السيمي فاينلز. فرنسا كمان امبارح كسبت الارجنتين، احنا اللي هنلعبها صاحبه الارض والجمهور، ولكن ان شاء الله ان شاء الله احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في رجالتنا، لو لعبوا بنفس العزيمة نفس الإصرار إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نكون على موعد مع تحقيق إنجاز غير مسبوق لأول مرة بيحصل في تاريخ مصر، وهو حصول مصر على ميدالية أولمبية في لعبة كرة القدم. يا رب، ونفضل نحتفل كده بفرقنا المصرية في الأولمبيكس.